ما زالت حتى اليوم تشهد المحاكم السعودية قضايا عديدة لحرمان المرأة من حقها الشرعي في الميراث، وهناك قصص عندنا لم تأخذ منحنى القضاء لعدم قدرة أو معرفة المرأة وش تسوي. وبالحقيقة رغم اختلاف القضايا يبقى السبب واحد، هو الهيمنة الذكورية لدى بعض الأسر. وحول هذا الموضوع يسعدنا أنه تنضم معنا بالاستوديو أستاذة حنان البخيت، مستشارة اجتماعية وأسرية. أهلا وسهلا فيك أستاذة حنان. حياك الله. هلا والله. في البداية وش رأيك أو إيش هي أسباب كثرة المشاكل الأسرية خاصة بما يخص الميراث؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل أدخل في أي مشاكل، نبدأ بمشاكل على طول، لازم في حقيقة واضحة أنه حق كل فرد في الميراث، سواء كان امرأة رجل حتى الطفل اللي في بطن أمه، واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى، موضح بالتفصيل، يعني ما ترك مجال أنه السنة تفصل أو فيها اجتهاد أو فيه رأي أو فيه أو أي مجال آخر. الله سبحانه وتعالى فصلها وقسمها بطريقة منصفة الذكر والأنثى. يمكن في ظلم أنتم ما تنتبهوا له، يقول لك للذكر مثل حظ الأنثيين، يجي ويقول لك الرجل يرث أكثر مرأتين، ترى هذه للابنة، الأم ترث أكثر. فهو موضح الأكثر الابنة لما تكلم في الميراث، هي البنت والولد اللي يرثون أبوهم، يتكلم أنه الولد يأخذ عن بنتين، ما تكلم عن الأم، ترى الأم تأخذ أكثر من الولد، فهمتي في الميراث؟ فإن المرأة حتى منصفة، سواء مهما كانت مرتبتها من أم، ابنة، خالة، عمة، زوجة في الميراث، يعني الزوجة تأخذ أكثر ترى في الميراث. اللي قاعد يصير الآن نقدر نقول من مشاكل في المحاكم، من ظلم المرأة، أخذ حقوقها، هذا ما له أي دخل بالشرع، هذا تصرف فردي بناء على عادات وتقاليد، بناء على طمع، بناء على توجهات، أشياء أخرى بعيدة كل البعد عن الشرع. خليني اعتبريني ناس كذا، يعني خلينا نبسط الأمر. أيوه. لأني أنا كذا قاعدة أحاول أفكر بعقلية الناس اللي موجودة. هرجع معاكي خطوة لما ذكرتي إنه المرأة إنه هو فقط يذكر في منصة الشرعي إنه الذكر مثل حظ الأنثيين، يقصد فيها الابن والأبناء، بينما الأم الزوجة تأخذ أكثر. تختلف الزوجة وتختلف العم وتختلف ذا، يختلف. فنظام المواريث تراها كبير جدا، كبير جدا. ممكن بنرجع بنتكلم عنه، إنه المشكلة إنه حتى في المدارس لما حنا أخذناه وقبل، أنتوا عارفين إنه ما في تفصيل، ممكن حتى ما في شرح له، فتقع المشاكل اللي قاعدة تنوجد الآن في المجتمع. فالمفروض أن يكون في تفصيل أكثر، توضيح له أكثر لأهميته، لأننا داخلين جوا مجتمع أساساً عايشين فيه، مو بأنه شيء خارج المجتمع أو مهم موجود. يومياً يكون في وفاة، يومياً فيه ورثة، والدليل أنه في مشاكل في الشيء هذا. حتى الآن في أسر يمكن سنوات قضايا في المحاكم ما انفصل في موضوع الإرث حقها. صحيح. طيب احنا خليني أسألك، يعني البعض يقول أنه لما المرأة تتنازل عن حقها فهذا يعتبر ضعف، بينما أنا أشوفه يعني في بعض النساء ما تحب توقف هي واحد من دمها في محكمة، مو أنه ضعف، بالعكس هذه قوة. طيب فأنت ايش رأيك؟ رأيي بالشيء هذا، من اللي أعطاك الحق هذا؟ من اللي أعطاك الورث؟ الله يرحم اللي توفى. من اللي سنه لك أنت كامرأة؟ الله سبحانه لك وتعالى. هذا النصيب الله سبحانه وتعالى. هتوقع أن الله بيظلمني أنا لما أنا أعطاني هذا الحق؟ لا، ما الله ظالم. المفروض أنه نكون أوعى من كذا. على ولي الأمر، أو نقول حنا المسؤول عن توزيع التركة، حنا تعرف لما يتوفى الشخص يترك إرث، الإرث هذا طبعا لازم أنه ينفذ. كيف ينفذ؟ أول شيء نشوف إذا له وصية، إذا هو موصي طبعا، ويطلع منها الورثة. نشوف إذا هو عليه دين، نسدد الديون اللي عليه، اللي يبقى هذا يعتبر الورث اللي يقسم. فمن باب الانصاف الورثه، خصوصا لما يكون الذكور هم المسؤول عن هذا الشيء، انهم يعطون الاناث حقهم الشرعي اللي فرضه الشرع لهم بدون اي حساسيات اجتماعيه. يمكن من اهم الاسباب هذه المشاكل انه نكون واقعيين، وانا ما اقدر اقول انه مشكله كبيره او موجوده، أنه
خصوصا لما تكون الأسرة كبيرة ومن التجار والمتوفى له أملاك سواء عقارات أو شركات الأشياء هذه، فيشوفون أنهم إذا لم يعطون المرأة حقها يذهب لمن لا يستحق. منهم اللي لا يستحقون اللي هو زوجها وأبنائها، لأنه مو هو اسم العائلة، فيتشتت إرث العائلة. هذا من ينظر هذه النظرة؟ المجتمع يعني تكسر. أيوة أيوة، في موجودة موجودة زين، فيصير الاتفاق أنه لها بالتراضي. كيف لها بالتراضي؟ مثلا يا فلانة حقك محفوظ، موجود موجود متى ما بغيتي، بس يعني كنا نقول للطالبين في حقك في الميراث، أو أنه يقسم التركة أنك تأخذين حقك. هنا تكون هي ترى المرأة بين نارين، إذا هي رفضت وطالبت بحقها وورثها وقسموا، ممكن تخسر أمها، ممكن تخسر أخوانها، ممكن والله إذا تخسر. هم فكروا فيها وقالوا إن بنيتنا محتاجة أو تبي ذا الشيء وما لنا دخل فيها. شفت أنت ناقضتي كلامس الحين؟ قلتي أنا أقولك لا، أنا أقولك ما أقدر. إذا هي تفكر ذا التفكير، يعني أنا مثلاً أنا أقول إني أنا ما أقدر أقول هذه من الأسباب الموجودة ترى. أنا ما أقدر، بس إني أقعد هم يقولون بالتراضي بيننا، يعني هو كذا يواجهني يتكلم إيه؟ معي بطريقة مواجهة إيه؟ إنه يواجهني إنه معلش بالتراضي ترى حق طب عطني إياه حق. لا لا، ترى كثيرين يتنازلون، خصوصا لما تشوف إنه الثمن إنه بتخسر أسرتها، فيكون بالتراضي خلاص أوكي، أو ممكن تعطى مبلغ محدد لها، أو متى ما بغيتي موجود. فهمت؟ متى ما بغيتي شيء تعالي نعطيس، لكن لا تطلبين التقسيم. وهذا موجود، وهذا من الأشياء اللي صارت قضايا في المحاكم. وأنا أعرف زميلة لي ترى وقعت في هذه المشكلة، فلما طالبت بحقها زعلت عليها أمها، زعلوا عليها أخوانها، ولكنها أصرت إذا ما تعطوني راح أرفع قضية، ورفعت القضية وحكم لها الشيخ وخذت حقها. مع السنين رجعت العلاقات. طبعاً هم أصرت على الحق، هذا يحتاج بس شوي قوة إنك تصر على حقك. زي ما بيقولوا عمر الدم ما يبقى مية، ما يبقى مية. طب أنا في سؤال أبغى أسألك يا الدكتور سعود آل مصيبيح، اقترح تكوين لجنة مكونة من وزارة العدل بعضوية، مكونة من وزارة العدل بعضوية وزارة الداخلية والموارد والتنمية الاجتماعية للبت في قضايا الميراث المعلقة ومتابعاتها. هل تعتقد إنه هذه اللجنة تساهم في حل المشاكل؟ طبعا دكتور سعود هو مستشار أمني واجتماعي وله باع كبير في هذا المجال. أتوقع أنه ما قال الكلام هذا إلا من واقع خبرة ورؤية خاصة فيه. لكن أنا أسألك، هل هذه اللجان سوف تحل المشاكل؟ إذا ما كان فيه قناعة شخصية عند الأسرة نفسها، عند اللي وارثين أنفسهم، وعي اجتماعي، خوف من الله أن هذا حق لازم أنه يسلم للمرأة، بيظلون يتلاعبون. يعني بقول لك حاجة، الحين لما تنظر القضايا في المحاكم وهذا موجود، ليه ما فيه أحد يتأخر ما يجي يتعمد أنه يضيع الجلسة أنه ما يجي؟ هنا في تأخير 3 شهور. في يتعمد أو نقول يخفي سكوك ملكية، ممكن لأنه هو مستفيد، فما تتأخر الحكم. في ناس ماتوا وما استلموا ورثهم، في ناس ما استلموا بسبة القضايا والمحاكم والتأخر بالتقادم. وهذا من مصلحة طبعا اللي آخر، كل ما يموت أحد كل ما يقل عدد الورثة هو بتفكيره. صحيح. لكن لا، هو ينتقل الجزء الثاني، يجون اللي بعد الأبناء وبنات الشخص هذا تتقسم على عدد أكبر وتتماطل بطريقة أكبر، يزيد العدد إلا إذا كان طبعا المتوفى ما له أبناء. يعني فمش شرع رب العالمين. في شيء ثاني يعني بتكلم عنه، ترى حنا مجتمع عاطفي بشكل عام. صح. فالمرأة تستحي طالب حقها من أخوانها. بعد السنين هذه مثلا يكون مثلا هذا بيت الأسرة، موجودين في الأسرة هذولا كلهم، توفى الأب، فباجي أنا بقول أعطوني حقي، أحس أني أنا خربت علاقات أسرة، هم ما خربوا علاقات. زين أيوة، شفتي؟ فهنا تتنازل من واقع عاطفي، هي حطت أولويتها أن أهلها، أنا أحفظ علاقات الأسرة أنها تكون موجودة. طيب اسمحي لي أستاذة حنان، خلينا نتناقش في البعد القانوني لمثل هذه التصرفات، وكيف أن يمكن أن نقنن أو نمنع حدوثها في المجتمع. هل ممكن سن القوانين مثلا أو تكوين لجنة مثل ما اقترح الأستاذ سعود يحل الموضوع؟ لهذا الموضوع يسعدنا أن ينضم لنا عبر الهاتف عبد الله العرادي، محامي ومستشار قانوني. مساك الله بالخير أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا وسهلا. خليني أسألك في البداية، هل عقاب المرأة أو حرمانها، عفوا حرمان المرأة من ميراثها، له عقاب قانوني؟
طبعا بداية الشريعة الإسلامية بينت حق المرأة في الميراث بألفاظ صريحة قاطعة الدلالة. طبعا وبالتالي فإن حرمانها من حقها في الميراث هو فعل محرم ويعتبر من كبائر الذنوب. وحقيقة أن حرمان المرأة من حقها في الميراث هو أصله عرف فاسد وعادة جاهلية حارب على الإسلام. طبعا لدينا في المملكة العربية السعودية ولله الحمد نجد أن الأنظمة والجهات المعنية وعلى رأسها القضاء تتصدى لمثل هذه السلوكيات المريضة، طبعا باعتبارها كأحدى القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة، طبعا والتي تكرس التعامل مع المرأة على نحو ينتهك حقوقها وينتقص من إنسانيتها. علاوة على ذلك فإنه متى ما اقترن سلوك حرمان المرأة من حقها في الميراث بأفعال أخرى مجرمة، مثلا كتقديم أوراق أو مستندات مزورة أو إخفاءها أو تقديم شهادة زور أو استخدام العنف أو التهديد به ضد المرأة لإجبارها على التنازل عن حقها في الميراث أو بعضه، فبطبيعة الحال فإن هذه الأفعال تشكل بذاتها جريمة معاقب عليها. طيب أستاذ عبد الله خليني أسألك، يعني ليش رغم أنه في قوانين قاعدة تسن أن المرأة تأخذ حقها إلا أن إحنا قاعدين نشوف كثير نساء قاعد الورث مو قاعد يأخذونه؟ صحيح، بس يلزم يعني في البداية التنوي على أن مسألة حرمان المرأة من حقها في الميراث هي سلوكيات ما زالت محدودة في المملكة العربية السعودية ولا تنتقي إلى أن تكون ظاهرة اجتماعية. في تقديري طبعا يمكن القول بالإجابة على سؤالك قبل قليل بأن من أهم أسباب حرمان المرأة من الميراث في وجهة نظري طبعا ضعف الوازع الديني، الطمع المادي، التسلط والاستبداد عند بعض الرجال. كذلك من أهم الأسباب للأسف عزوف بعض السيدات عن المطالبة بحقوقها في الميراث، إما بسبب خشيتها كما ذكرت ضيفتك الكريمة من تأثر علاقتها بأسرتها أو بسبب ضعف وعيها بحقوقها التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية والأنظمة في المملكة، فقد يستغل بعض الرجال من ضعاف النفوس مثل ذلك لصالحه وإشباع طمعه وجشعه. كذلك قد تكون المرأة ضحية للنصب والاحتيال والمخادعة من الرجل تحت مظلة دعي نصيبك في الميراث لديني فنيته واستثماره وما إلى ذلك. طيب دكتور عبد الله خليني اسالك الان سؤال اتوقع كثير من استاذ عبد الله عفوا، خليني اسالك لو الان انا امراه يعني خليني اقول لك تعرضت لهذا النوع من الظلم، اخواني اخذوا ميراثي لا حق يعني لا قوه لي في هذا الامر ولا املك الماديات الكافيه اني اروح اوكل محامي او مثلا عندي تخوف من طول الاجراءات ويقول لك باب المحاكم ينفتح ما يتسكر، ايش تنصحني كيف التصرف في هذه الحاله؟ شوفي يا استاذتي الغاليه، طبعا في الحاله كوجود السيده لا تستطيع دفع تكاليف المحاماه فانا ارى امامها يعني ثلاث خيارات متاحه. الخيار الاول ولله الحمد هناك عدد من المحامين يقدمون مبادرات اجتماعيه تتضمن تقديم المشوره والعون القانوني للاشخاص بلا مقابل بالطبع للأشخاص غير القادرين على دفع تكاليف المحاماة. الخيار الثاني يمكن اللجوء لبعض الجهات مثلا هيئة حقوق الإنسان للاستفادة من المساندة والتوجيه المتاح لتلك الجهات. طبعا الخيار الثالث وهو خيار عملي من وجهة نظري وهو متاح يعني واعتقد انه خيار عملي يكون الاتفاق مع المحامي بأسباب مؤخرة مرتبطة بصدور الحكم وتحصيل المبلغ المحكوم به بحيث لا تدفع المرأة في هذه الحالة أي مقابل إلا بعد صدور الحكم وتحصيل المبالغ. صحيح. طيب يمكن محاكمة الورثة اللي يمنعون ميراث الإناث ومطالبتهم بدفع التعويض؟ أنا كما ذكرت في البداية طبعا يحق لأي مرأة حرمت من نصيبها في الميراث طبعا التقدم للجهات القضائية المختصة للمطالبة ابتداء في استرداد نصيبها من الميراث
وكذلك المطالبة في التعويض عن الضرر الذي الناتج عن الحيلولة دون حصولها على نصيبها في الميراث بالتعطيل أو الحرمان. أستاذ عبد الله عرادي، محامي ومستشار قانوني، يعطيك العافية وشكرا لك على المداخلة. نرجع لك أستاذ حنان، حياك الله. إيش رأيك بالكلام اللي قاله المحامي؟ كلامه تمام، يمكن هو فصل فصل يمكن أكثر مني لأنه طبعا مستشار قانوني. في نقطة هو ما قالها، أنه في المحاكم في لجان متخصصة، لجنة في المحكمة في للبث في أمر الميراث، بدل ما تروح المرأة للمحامي توجه المحكمة مباشرة. سهلة كذا أروح للمحكمة وأطلب مقابلة القاضي، ترفعينه كذا وكذا يعرضون وتتوجه للجنة هذه، وخاصة قبل تروحين أو بدون ما تروح لأي محامي. بعدين في الأغلب اللي يتم توكيل المحامين لما أنا ما بعارفة حقوقي وش لي وش علي، ترى أنا كنت دخلت المحكمة بدون ما أحتاج أي محامي، وضحت لك البنود، واضح لك كيف أنت تكتبين الطلب، وبكل سهولة تدخلين وتتكلمين عن نفسك إذا أنت ما تحتاجين أي محامي، وممكن أنت توصلين ترى الصورة أفضل من المحامي إذا أنت عارفة صح إيش لك إيش عليك بالضبط. أحيانا بعض المحامين أنا ما أنقصهم من حقهم، ما يوصل الصورة زي ما أنت تبغى، ومدام أنه موجود لجان متخصصة بالإرث في المحاكم ليش ما توجه له؟ إذا ما أنا وجدت الإنصاف في هذه اللجان أو فيها تأخذك الساعة ألجأ المحامي، يمكن الموضوع أبسط من يحتاج المحامي. صح. طيب خليني أنزل معاك كمان إلى طريقة أبسط بكثير. انزلي. كثير الآن من البنات يتوفى الأب ونيجي لمرحلة اختيار الوكيل. هذه المرحلة الله لا يوريك إياها، مرحلة حساسة، مرحلة خطيرة، وأحياناً تحت تأثير الوفاة الوالد، بعض الأحيان تمسك مع الأخوان وكذا، تجيك هنا يا بنت الحلال من تبين وكيلك؟ هل هي بالغة بعقلة؟ من تبين وكيلك؟ فتقول أخوي الكبير، أو مثلاً تختار تحت العاطفة. في هذه المرحلة، هي مرحلة فاصلة، أنت صححي لي، وكيف أعرف أنا كامرأة اختيار الوكيل المناسب بعد وفاة الأب أو الزوج؟ تعرف أنه مو لازم يكون لك وكيل، أنت وكيلة نفسك. صح، هذه أحتاجك تتكلمي فيها وتؤكدي فيها، لأنه للأسف الشديد أنا بعلمك ليش ما نعرف من هذا، لأنه أول الأنظمة ما كانت تسمح للمرأة التواجد في المحكمة، أغلب الدوائر الحكومية رجال، صح ولا لا في السابق؟ فتضطر المرأة إلى وكيل أو وصي يقوم عنها بهذه الإجراءات. في ظل الرؤية الآن ما في موجود الشيء هذا، صح، أنه أصبح حتى في نساء محاميات، في السابق ما كان موجود نساء محاميات، صح، فالأمر ما يحتاج أنك تحطين، كل مرأة تدرك الشيء هذا أنه ما تحتاج تحط وصي تحت الضغط العاطفي. ممكن أنا أكون أنا جاهلة أنا حقوق ومطالبات أو ما عندي بال، هنا أنا لازم أتروى، أنا لازم أتروى من أختار وكيل لي. هل ضروري أختار الوكيل مباشرة بعد وفاة والدي أو وفاة زوجي؟ لا، ممكن ما أوكل أحد، أنا موجود ليش أوكل؟ زين، هذا شيء. الشيء الثاني، لما أضطر أني أوكل لا أعطي الصلاحيات البتة، يعني يجيك الشيخ يقول لك وكل لكن لا تعطي صلاحية البيع الشراء التوقيع عنك. في ناس تسوي للأسف وكالة عامة، وكالة عامة، والشيطان ما مات والمال موجود، أكيد يدخل على الإنسان فيطمع، ممكن يبيع لك شيء أو يخفي عنك شيء، بعد كذا بعد ما تكون أنت تبغين حقك ما تلقين من الشخص اللي أنت أمنتي على حلالك. هذا شيء. الشيء الثاني، في ناس فاهم أنه لازم توكل، والله لحد الحين في نساء أنه لازم أنا أوكل، لا لا لا، الوكالة في حالة أنه القاصر، لا لحظة، القاصر هو اللي يوكل عنه، وإذا كانت الأم موجودة ترى الأم هي تكون وكيلة على أبنائها. في ناس يهضمون حق حتى الأم أنها تكون وكيلة على أبنائها، ترى على فكرة زين، الأم موجودة هي وكيلة على أبنائها القصر. هذه ترى أنا أشوف أنها تصرفات شخصية، الله معطينا كل حقوقنا، الشرع معطينا كل حقوقنا، لي حق اني ارفض. واذا شكيت انه هذا الوكيل انا اللي وكلته قاعد يتلاعب، عندي اجراء ترى الحين سهوله بالجوال، الغي وكاله على طول، ابشر الغي وكاله اذا انا شكيت، اذا انا تاكدت انه سلبني لي حق اني اشتكي، وبلحظه وانا قاعده ما احتاج اني اروح المحكمه او اروح المشوار، والاجراءات ترى الحين سهله وبسيطه،
وعلى طول يطلع لك رقم على طول واول جلسه جاهزه ويتصل له حتى عن طريق ابشر كل شيء. صح. فالامور اسهل من كذا بكثير. اول كان موجوده الصعوبات هذه، الان تقريبا نقول 90% من المشاكل الموجوده عند النساء في الارث، في الوصايا، في سلب الحقوق تراها غير موجوده، ان وجدت في حالات استثنائيه. والمراه الان عندها وعي، ترى صارت عارفه ايش لها، ايش عليها، ايش حقوقها، ايش الروابط نقول الاسريه والاجتماعيه والشرعيه اللي بينها وبين افراد الاسره. صحيح. الموجودين سواء اخوه او ورثه او ام او اب، كل شيء واضح الان. حلاني، مو بس لازم المراه يكون عندها وعي في حقوقها، لازم يكون بعد عندها وعي كيف تربي. صح. الجيل اللي بيجي، يعني حرام ام وابو يربون اطفالهم وبكره الأب يتوفى أو الأم تتوفى وتبدأ المشاكل بينهم وبين أطفالهم. طيب ليش مو من البداية أربي قلوب عيالي على بعض، سواء كانوا عيال أو بنات؟ أما شغل هذا أخوك الكبير، هذا أختك الكبير، أحس هنا الغلط. اسمعي الكلام، ها؟ إيه اسمعي الكلام، أخوك الكبير. ترى في مشاكل تطلع لما يكون في أخوان من الأمهات مختلفات، الأب واحد فكلنا نسمع شور أمه على قولتهم. صحيح. تطلع مشاكل لما يتوفى الأب، تطلع مشاكل ما كانوا يتوقعونها أنها. صح. موجودة، خصوصا لما إيه بس وين دور الأب هنا؟ ليش ما جمع على قلوب عياله قبل الله يتوفى؟ الواحد ما يدري في لحظة طقت أصبع. طيب. الأب يموت ويقعد، هل هو بيكون مرتاح في قبره وقتها؟ أبي رسالة منك لبنات الجيل الجديد، كيف ممكن يربون أطفالهم؟ قبل الرسالة لبنات الجيل الجديد، أنا رسالة لكم أنتم كإعلاميين وإعلاميات، وين دوركم الإعلامي الآن؟ أنتم مؤثرين اجتماعيين، تدخلون كل بيت، إذا ما دخلتوا عن طريق الشاشات دخلتوا عن طريق حتى سنابات. وين دوركم الاجتماعي؟ الكل يسمع الآن، يمكن السوشيال ميديا الكل يسمع أنه التوجيه حقوقكم، كيف تربون أبنائكم على المحبة، كيف تكونين أم صالحة لأبنائك، كيف تكون أب مربي لأبنائك داخل البيت. صح عندنا مدارس، بس المدارس ما تعلمك كل حاجة. إذا المدرسة. صحيح. تتعب وفي البيت ما في أسرة متماسكة، ولما أقول متماسكة مو أنه الأكل على سفرة واحدة أو الطلعة بمكان واحد، على قلب واحد. وأنا أنبه الإبن هذا، أعلمه إيش له إيش عليه. ترى في ناس ما يعرف، والله العظيم أنا أكلمك في حريم ما يعرفون شو فرق بين الخلع والفسخ. لما تروح على طول مثلا تبغى تتطلق تروح تخلع، طيب في فسخ يا بنت الحلال قبل؟ صحيح. زين كيف انه انت ظروفك كذا كذا؟ ما دريت، تجي كلمه ما دريت. طيب انت وين دوركم يلي مختصين في المجال هذا؟ توعون المراه، توعون الاسره. الحين النت لا قوه الا بالله، ما عاد هو يقصر. يعني تقدر المراه قبل لا تخطو اي خطوه في حياتها هي قاعد تخطط تقرا. يعني مستحيل انا اقوم بشيء انا ما ادري عن الخلفيه حقتها. قلتيها لابد من القراءه، لابد من الاطلاع، لابد من الثقافة. هذه رسالة أنا أوجهها لكل رب بيت. صح أنت تربي أولادك لكن ما تدري إيش قاعد يصير بعد وفاتك. لا تحط جمع المال أكبر همك بعد. صح. ما تتوفى المال هذا. صح. بيكون هو أكبر هم أولادك من. صح. بعدك كيف أنه يبقون على هذا المال. خل كيف أنك كيف تربيهم أن هذا المال وسيلة. لازم تعلمهم أنه خواتكم لهم حق شرعي، لازم تعطونهم اياه في حال وفاتي، وتعطي حقها قبلك انت تعرف ايش. يرب الرجل على انه سند اخته وانه سند امه وسند بنته، سند اخته، سند عمته، سند بنته. ترى المراه بجميع الصور اللي في المجتمع، لو يعني شوفي، يعني اقول الشيء يعني من دقه الاسلام، المراه اذا هي حامل اللي في بطنها له ورث، يستنون لين تولد، ويستنوا بعد ما ينولد يعين وصي، يمكن تكون وصيه لحد ما يكبر ياخذ ورث، يعني كل ما اخذ حقه. ليش تطمع انت في شيء مو لك؟ احسنتي احسنتي استاذه حنان، كنا شاكرين جدا وجودك، اثرتينا صراحه ورميتي على عاتقنا مسؤوليه، ان شاء الله نكون قدها. ان شاء الله يا رب. وانا تشرفت فيكم، واتمنى ان اكون افدتكم في هذه الحلقه وافدت الجميع، وتشرفت فيكم. شكرا جزيلا. مشاهدينا مكملين معاكم، ولكن فاصل سريع ونرجع. بعد الفاصل، نسرين ابنة الموسيقار الراحل عمر كدرس تمشي على خطى والدها وتبهر الجمهور بصوتها.